طيب إذا ما ركزنا، كونك سيادة الوزير كنت وزير الإعلام الأسبق، يعني إذا ما ركزنا على الخطاب الإعلامي الذي ابتدأه حميتي وقوات الدعم السريع منذ بداية هذه الحرب، استطاع أن يستقطب البعض وما زال البعض يقف معه الآن. كثير من المجندين الآن، يعني آلاف المجندين الآن موجودة في قوات الدعم السريع وعندهم إيمان بهذه القضية، بالإضافة أن هناك بعض السياسيين كما كنا نتحدث أن هناك بعض السياسيين حتى لو لم يظهروا دعمهم الكبير لقوات الدعم السريع فإنهم على الأقل لا يقفون ضدهم. فالخطاب الإعلامي الآن هل انطلع على السودانيين؟ هل السودانيين بالفعل أو بعضهم بدأ يذهب أو يندرج خلف هذا الخطاب الإعلامي؟ بالإضافة إلى الخطاب الإعلامي للجيش، خطاب الوطنية ويعني تجميع الشعب السوداني حوله، تقييمك لهذا الخطابين الإعلاميين في هذه الحرب؟ في هذا السؤال مهم جدا وسؤال ذكي. أنا في تقديري الشخصي أن حميتي فقد الكثير في هذه الحرب، فقد قواته، فقد معسكراته، فقد الإمبراطورية الاقتصادية التي بناها خلال السنوات الفائتة. لكن إذا سألتني ما هو أكثر شيء فقده حميتي في هذه المعركة، أقول لك حميتي فقد الصورة الذهنية التي حاول أن يبنيها خلال الأربع سنوات بعد سقوط النظام السابق. نحن نعلم أن حميتي كان الصورة الذهنية عند السودانيين أن قوات حميتي، السودانيين سموها قوات الجنجبيت، والجنجبيت في المخيال الشعب السوداني هي قوات يعني لا تتقيد بالقوانين، تقتل الناس، تغتصب النساء، لا تلتزم بالقوانين. وكذلك المؤسسات الدولية كلها كانت تنظر إلى هذه القوات من من هذه الرؤية. بعد سقوط النظام السابق أذكر بأن حميتي تعاقد مع شركة يهودية دفع لها 6 مليون دولار من أجل أن تقوم بالترويج لقوات الدعم السريع في الغرب وفي العالم العربي على أنها قوات منظمة ومنضبطة بالقانون، وحاول أن يرسم صورة ذهنية له أنه رجل دولة وأنه يقود قوات منظمة ومنتظمة وقوات محترمة. حتى قبل بالمناسبة اندلاع هذه الأحداث بشهر واحد، مفوضية حقوق الإنسان في السودان التي يدعمها حميتي نفسه كرمت حميتي على أنه شخصية العام في مجال حقوق الإنسان في السودان، وجمع حوله كثير من الناشطين الذين يعملون في حقوق الإنسان محاولا أن يصدق هذه الصورة الجديدة. اليوم إذا قسنا ما الذي أين وصل حميتي، نجد أن السودانيين بلا استثناء يتحدثون عن أن هنالك اغتصاب تم ويتم لحرائر السودان وبناته ونسائه، أن الدعم السريع الآن يحتل أكثر من 30 مستشفى في العاصمة، الخرطوم يتخذها مقر سكنية بالنسبة له، الدعم السريع احتل منازل المواطنين بصورة واسعة في الخرطوم، وحتى المواطنين خرجوا في فيديوهات مصورة يتحدثون عن أن الدعم السريع احتل بيوتهم واغتصب نساءهم وقتل أبناء السودان. وتحولت هذه القوات في ليلة وضحاها من قوات تحاول أن تكون قوات موازية للجيش إلى قوات مطاردة، إلى قوات متمردة قائدها متخفي عن الأنظار ومطارد ويعتبر إرهابيا ومتمردا على الجيش. بينما العكس هو الذي حدث، حين اندلعت هذه الأحداث كان هناك الشارع السوداني منقسم في رؤيته للجيش، اليوم هناك تأييد واسع وكبير جدا للجيش السوداني، كثير جدا من القوى السياسية تنازلت عن اختلافاتها مع الجيش ودعمت الجيش بدون أي شروط أو قيود، والشعب السوداني انتظم الآن في دعم الجيش من الداخل. نرى كل ولايات السودان تسير قوافل الدعم للجيش السوداني. الجيش نفسه كما قلت في سؤالك خطابه خطابا وطنيا يستنهض القيم الوطنية لدى السودانيين، السودانيين يثقون في أن الجيش سينتصر، السودانيين يقولون الجيش هنالك معاناة، لكننا سنصبر من أجل هزيمة الدعم السريع وأن يكون في السودان جيشا مهنيا واحدا وموحدا. فلذلك أنا أعتقد أن الدعم السريع خسر كثيرا جدا خلال المرحلة السابقة من عمر هذه المعركة. أكبر خسارة هي خسارة الصورة الذهنية التي كان يسعى لبنائها حميتي.